مرحبا أصدقائي، مفهومنا اليوم هو تخير واختر بحكمة. عندما تستمر في عملية بناء حياتك الجديدة من اختيارك، اجعل من فكرة الانتقال من الجيد إلى الأحسن أو الأجود مبدأ مرشدا لك في جميع اختياراتك، واستخدمه في كل مجالات حياتك. فمثلا عندما تنتبه إلى الشيء الذي تسمح له بالدخول إلى عقلك انتباها شديدا، فهذا شيء من ضمن خياراتك، أي أنك تنقح وتختار بشأن ما ستقرأه وشأن ما ستشاهده أو تسمعه، وذلك من منظور هل سيحترم هذا أجود ما لدي؟ ومثال ذلك عند مشاهدتك لبرنامج تلفزيوني قد يكون حوادث تدور حول جريمة قتل، فإنك بعد دقيقتين من مشاهدة هذه الحالات الإضطرابية سوف تحس وتركيز عليها سوف تحس بالانزعاج وسوف تحس بالحزن وانغماسك مع هذه القصة. فعليك حينها أن تنتبه وتدرك أنك لديك الخيار، فبمجرد أنك تدرك أن ذلك اختيار سوف تقرر وتنتقل من قناة أو من مشهد تلفزيوني عنيف إلى مشهد أو محطة تلفزيونية تعرض لك ما هو أرقى وأكثر عاطفة وأقل عنفا وما يتناسب مع طبيعتك. يمكنك أن تتعلم كيف تستغل وقتك وطاقتك بطريقة تحترم معاييرك الذهبية عن طريق الاختيار الحكيم، وذلك بانتهاج قليل من الوسائل كل يوم. فعلى سبيل المثال يمكنك أن تسمح لنفسك بقضاء مزيد من الوقت مع صديق لك بدلا من الاندفاع إلى موعد آخر، تسدد أتعاب خدمة لتوصيل احتياجاتك من محل البقالة وتوصيل بضائع أخرى بدلا من الذهاب إلى المحل، تقضي وقتا مع أسرتك بعد العشاء بدلا من قضائه في تنظيف المنزل، تجرب الذهاب إلى المسرح مثلا بدلا من قضاء ليلة أمام التلفزيون. فبممارسة تلك المهارة لقليل من الوقت كل يوم ستجد أن لهذا تأثيرا تراكميا، وبمرور الوقت فإنك لن تدرك مجرد أهمية تأثير الخيارات الصغيرة على طبيعة حياتك، بل ستكتشف الحجب عن توقعاتك ومن ثم تصل إلى مستوى تقدير الذات. اتخذ إجراءا، اتبع العادة اليومية بشأن الانتقال من الجيد إلى الأجود. تحدى نفسك طوال اليوم من أجل استخدام هذه المهارة، ويمكنك أيضا استخدام السؤال التالي لتوجيه خياراتك: إذا كان هذا جيدا فما هو الأجود؟ عزز من هذه العادة الجديدة باستغلال دقائق قليلة في نهاية كل يوم لتدوين النجاح الذي حققته في مفكرتك، فسوف لا يقوى ذلك من قوي ذلك من قدرتك على الانتقال من الجيد إلى الأجود فحسب، بل سيمدك أيضا بالدافع الذي تحتاج إليه للاستمرار في اتخاذ خيارات أفضل على الدوام. وعندما تستمر في اتخاذ خيارات حكيمة تحترم معاييرك الروحية، تتعلم أن تثق بقوة أعظم وتهتم بمصلحتك اهتماما كبيرا. أطلب من الفريق الذي يساعدك أو شريك لك أن يلزمك بمعاييرك الروحية، وفي تلك اللحظة التي تسول لك نفسك فيها الإطمئنان بالقليل، خذ نفسا عميقا وانتظر، وبانتظارك هذا سوف تستجمع القوة الداخلية والنضوج اللازم لقبول ما تستحق فعلا. فلا شيء سوى الأجود، لأنك دائما تستحق الأفضل.
اليوم 12 من 80 وظيفة المئات. أولاً أود أن أهنئكم على مواظبتكم واهتمامكم بتمارين ودروس وظيفة المرآة 11 السابقة، والتي تعلمتم فيها كيفية تغيير الأنماط الفكرية والمعتقدات غير المفيدة والتحرر من المشاعر السلبية. هل بدأت تشعر بأثر هذه التمارين وأن باستطاعتها تغيير حياتك؟ يحدوني الأمل في ذلك. اليوم سنتعلم معا كيف نبدأ يومنا، لأن الساعات الأولى من اليوم تلعب دورا بالغ الأهمية، وتصرفك خلالها يحدد باقي يومك ويحدث أثر هائل ويعكس كيف تعيش حياتك. ما الذي تقوله لنفسك عندما تستيقظ وأنت تستحم وأنت ترتدي ثيابك وأنت تجتمع للفطور مع أسرتك؟ كيف تغادر منزلك قاصدا عملك أو جامعتك؟ أتخرج مسرعا متدمرا ومتخوفا من الازدحام؟ أتراودك نفس الأفكار والمشاعر والمخاوف؟ هل يومك يشبه سابقة؟ إن كنت أما عاملة أو أبا عليك إيصال أطفالك إلى المدرسة، إذا كنت موظف مجبر على الذهاب للعمل باكرا، مهم جدا منح نفسك ما بين 10 أو 15 دقيقة للاهتمام بنفسك والاستعداد قبل أن تبدأ يومك العملي، مما يجعلك تشعر بالراحة نفسيا وجسديا. إليك 3 خطوات سهلة من أجل دقائقك الأولى. رسخ حالة الحضور من خلال التنفس الواعي. التنفس الواعي يعني التركيز على حركة تنفسك شهيقا وزفيرا، وأن تكون مراقبا ودودا لأحاسيسك بدون أحكام، بينما تتردد أنفاسك إلى داخل وخارج جسدك. وكن حاضرا في الآن، اعقد النية: أنا أخلق يوما جديدا ومستقبلا رائع. القيام بالتمرين الصباحي والذي سأقدمه لكم في كل صباح بإذن الله. افعل كل ما بوسعك ليكون صباحك رائعا، وردد: إنه يوم رائع، حقا سيكون يوما رائعا. تمرين المرآة: ابدأ يومك مع الحب والقوة الإيجابية، لأنها قادرة على تغيير كل شيء للأفضل. لحظة استيقاظك صباحا ولحظة فتح عينيك خصص بضع دقائق للاسترخاء، وقل: الحمد لله على نعمة الحياة، الحمد لله على يوم جديد. صباح الخير يا سرير، شكرا لأنك منحتني نوما مريحا، إنه يوم مبارك، كل شيء فيه على ما يرام، لدي الوقت للقيام بكل ما أنا بحاجة للقيام به اليوم. اسمح لما قلته لنفسك أن يتدفق إلى عقلك وصولا إلى قلبك وإلى جميع أنحاء جسدك. بعد أن تصبح مستعدا للنهوض، قف أمام مرآتك وانظر بعمق في عينيك. ابتسم لذلك الإنسان الجميل السعيد الذي ينظر إليك من خلال المرآة، وقل له: صباح الخير، مع ذكر اسمك. أحبك، أنا حقا أحبك. قل شيئا لطيفا لنفسك: تبدو رائعا اليوم، لديك أجمل ابتسامة، أتمنى لك يوما رائعا، هناك تجارب رائعة سنصادفها اليوم. هذا مثال لصباح رائع. حدد طقوس صباحية لنفسك، اكتب الخطوات التي يمكنك اتخاذها صباحا بطريقة إيجابية وسعيدة وداعمة. اكتب توكيدين أو 3 يمكنك قولها لنفسك عند الصباح. افعل ذلك وأنت ترتدي ملابسك، وأنت تحضر فطورك، وأنت تبدأ بقيادة سيارتك، وأنت في طريقك إلى العمل، وقلهم بكل حب.